مباراة مثيرة تناوب خلالها الفريقان التقدم في النتيجة على مراحل، تمكن كابما من حسم اللقاء لصالحه بعد أن تمكن من تحقيق فوز عريض على نظيره السالمية بثمانية أهداف مقابل أربعة ضمن مواجهة الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة القدم للصالات. بهذا الفوز رفع البرتغالي رصيده إلى ست نقاط محتلا بها المركز الأول في الترتيب العام متفوقا بفارق الأهداف عن الثلاثي المكون من الكويت والقادسية واليرموك.